السلام عليكم العائلة والأحباب، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. والسؤال اللي بغيت نسولكم على فامي، واش فريمون كتفكروا أنكم تهاجروا لكندا؟ واش بصح بغيتوا تحسنوا المستوى المعيشي؟ واش بصح بغيتوا مستقبل زوين للعائلة ديالكم والوليدات ديالكم؟ إذا بغيتوا أجوب على هذا السؤال، هذا على هذه الأسئلة كاملة، بغيتكم تبقوا معايا حتى الأخر ديال الفلوج، حيت غيكونوا معلومات مهمة ومهمة بزاف اللي غادي تساعدكم وتساعد وليداتكم باش تهاجروا لكندا وتحسنوا المستوى المعيشي وتحسنوا كرم العيش. هادشي علاش الناس اللي مهتمين بالهجرة، سواء كنتي دافع في لوتر اكسبريس، سواء كنتي دافع في اريما او لا دافع لاي مقاطعة اخرى، الامر كيعنيك. حيت هذا البرنامج اللي غادي نبارطاجي معكم اليوم غادي يخول لكم انكم تجيو لكندا في مدة ديال 6 شهور، وغادي تجي بوحدك او مع العائلة ديالك وب10,000 درهم. كيف ما كتسمعها، فقط ب10,000 درهم، يعني مليون مغربية. هادشي علاش الا بقيتو معايا حتى الاخر ديال الفيديو، غادي نديكم لورديناتور بورتابل وغادي نشرح لكم في الحاسوب نتاعي الديتاي ديال هاد البروغرام، كيفاش تقدر تبوستولي، كيفاش تقدر تعرف واش نتايا عندك كافة الشروط باش تقدر تدفع لهذا البرنامج. هادشي علاش المعلومات اللي غادي نعطيكم الاصدقاء مهمة ومهمة بزاف، وخصكم تحلوا معايا الدماغ ديالكم باش وتركزوا باش تستوعبوا المعلومات، حيت هادشي غادي يفيدكم. وهذا البرنامج غادي يخول لكم انكم تهاجروا، سواء كنتي بوحدك او لا مع العائلة ديالك والوليدات ديالك. هادشي علاش سي با ان ماشي ان بروغرام اللي صعيب او لا كيحتاج شواهد جامعيه، لا بالعكس، يكفي انك تكون عندك عام ديال التجربه، يكون عندك ديبلوم او لا سيرتيفيكا في اي ميدان، وبار لا سويت تقدر تدخل تقلب على مشغل وتبدا لا بروسيدور الاجراءات ديال الهجره، وبالتالي تقدر تجي لكندا. يعني هذا البرنامج باش تسجل وتنخرط فيه خاص يكون عندك بيان سور واحد الاساسيات، والاساسيات باش تقدر تنخرط في هذا البرنامج توجد سي في كنديان يكون فيه المعلومات وهذوك لي ديبلوم على حساب لي ديبلوم اللي عندنا في كندا. غادي خصك ليتر دو موتيفاسيون تكون بيان بريباري، تشرح فيها كاع المتطلبات ديالك، وحبذا لو كان عندك يعني امتحان ديال اللغه سواء الفرنسيه او الانجليزيه، وهذا الشيء غادي يساعدك وغادي يكثر من الحدود ديالك انك تلقى مشغل اللي يقدر يجيبك من البلاد اللي انت فيها باش تخدم هنايا في كندا طون بلان. هادشي علاش غادي نديكم معايا لورديناتور، غادي تشوفوا معايا لا ليست ديال لي زومبلويور، حيت فريمون كاين اكثر من 700 مشغل اللي كيقلبوا على اليد العامله. وهاد 700 مشغل كاين في ميدان ديال التطبيب، في ميدان ديال التدريس، في ميدان ديال الميكانيك، في ميدان ديال الفلاحه، في ميدان ديال التليكومونيكاسيون، في بزاف ديال الميادين اللي ما نقدرش لا تعد ولا تحصى. هادشي علاش الا كنتو فريمون مستعدين وبغيتو تاخدو، لحقاش حتى شي حاجه ما كتجي بالسهل الاصدقاء، كلشي كياخد خصك ضروري تفكر ليه وتعرف دير كيما كيقول 100 تخميمه وتخميمه ولا ضرب المقص، يعني حتى حاجه ما كتجي سهله. ما نبقاوش حنا مريحين رجل فوق رجل ونتسناو حتى المشغل يجي يقلب علينا ويجي يدق بابنا، لا، خصك انت اللي تمشي توجد راسك وتمشي للبيسي ديالك وتوجد هذاك الشيء اللي قلت لك قبل، وتبدا تقلب على المشغلين. ولا بقيتي معايا حتى الاخر غادي نوريك كيفاش تلقى مشغل، كيفاش تصيفط لي بيان سور لي سي في لي تخدو موتيفاسيون، غنوريك كاع الخبايا ديال الهجره اللي غادي تساعدكم باش تلقاو احسن فرص شغل اللي غادي توالم لي ديبلوم لي فورماسيون ديالكم، وبالتالي غادي تسمح لكم باش تجيو هنايا تاخذوا بيرمي دو ترافاي في بيديا، اونسويت دو سا غادي تاخذوا الاقامه الدائمه. ركزوا معايا في هذه القضيه الاصدقاء، غادي تجيو ببيرمي دو ترافاي يعني رخصه عمل، عاده باش في التالي فاش كتوصل هنا كتبدا في الاجراءات باش تاخذ الاقامه الدائمه. يعني هذا البرنامج غادي يخول لك باش تاخذ الاقامه الدائمه ب 10,000 درهم اللي هي 1365 دولار في مده ديال 6 شهور. هادشي علاش دابا غادي ندوزو الحاسوب ديالي، غندوزو لورديناتور باش نوريكم الديتاي، وغنوريكم كيفاش تبوستوليو وكيفاش تخرجوا اللوائح ديال المشغلين، وكيفاش تلقاو لي زوفر دومبلوا، شحال الصالير،
شحال ديال لي زور اللي غادي تخدموا، هادشي اللي غادي نشوفوا دابا الا بقيتوا معايا حتى الاخر ديال الفلوق. هادشي علاش كنتمنى التوفيق للجميع، ونخليكم معايا في الفلوق وما تزابيوش. وغادي يبدا معكم دابا ان شاء الله. كنديرو canada.ca. ملي كنديرو canada.ca خوتي خواتاتي، كنجيو كنكليكيو على هنا اكوي، وهنا كنجيو للسيت الرسمي ديال الغوفرنمون. يعني ما كنجيبش شي حاجه من عندي، كنجيو لهاد الخانه هادي اللي فيها ايميغراسيون اي سيتويانتي، فيها سياحه ترافاي ايتود هجره إقامة دائمة لوجو، فيها كل شيء. كنكليكيو عليها، وفي التالي كنجيو الإيميغراسيون إي سيتويان. هنا كيقول لك ها لو بروغرام اللي اللي مسلطين عليه الضوء حاليا، اللي ديجا شرحتو، والناس اللي مابونين معنا في القناة راه ديجا عارفين علاش كنهضر. هاد لو بروغرام غترجعو غير للفلوج اللي قبل، فيه الشرح المفصل ديال كيفاش بنادم يقدر يتسجل في هذا البرنامج اللي ديجا شرحته. الوغ ما غاديش ندوز فيه بزاف ديال الوقت. هاد لو بروغرام ديال كندا اتلانتيك سي ان فوا، هو طريق للحصول على الاقامه الدائمه، سواء كنتي بغيتي تجي هنايا عن طريق رخصه عمل، او لا باغي تجي تقرا. يعني في كلتا الحالتين تقدر تجي حتى من السياحه، واخا تكون انت فيزا فيزيتور جيتي، تقدر باغ لا سويت بهذا لو بروغرام تدخل وتاخد الاقامه الدائمه. لحقاش كاين بزاف ديال المشغلين اللي باغين بنادم اللي يخدم معاهم. هادشي علاش الا بقيتو معايا في الاخر غتشوفوا اللوائح ديال المشغلين زائد لي سالير، وغادي يكونوا معلومات مهمه ومهمه بزاف. الوغ ما غاديش نضيعوا بزاف ديال الوقت هنايا، غادي نمشيو لهاد الخانه اللي فيها اوبتونير اون اوفر دومبلوا. هنايا سي بور كومونيكي افيك دي زومبلويور بور اوبتونير اون اوفر دومبلوا كي ساتيسفي او زيكزيجونس دو بروغرام. هنا غادي نكليكيو على هاد الخانه، وموراها كندوزو لهاد الربعه ديال الاختيارات. هنا عندنا ربعة ديال الاختيارات، فيها ايل دو برينس ادوار، نوفو برونزويك، نوفيل ايكوس، تيغ نوف، اي لابرادور. حنايا اللي كيهمنا هو لو نوفو برونزويك. الوغ هنايا دخلنا للسيت الرسمي ديال المقاطعة ديال نوفو برونزويك. هنا وصلنا لاباج الرسمية، يعني انا ما كنديكمش لي باج ديال ديزاجونس ولا ديال شركات ديال الهجرة اولا شيء من هذا القبيل، لا انا كندخلكم للصفحه الرسميه باش نجيب لكم المعلومه مضبوطه. دونك نجيو هنايا كنمشيو للبروغرام بروفينسيو دي ميغراسيون. موراها كاين هنايا كتشوفوا كاع لي بروغرام، بروغرام دي ميغراسيون فرانكوفون، اونتربرونور، اونتر اكسبريس، لا ريزيدونس، بريباري لا ريزيدونس بيرمانونت، بروجي بيلوت دي ترافايور كريتيك، زعما الناس ديال قطاع الصحة وقطاع ديال التعليم والانفورماتيك، بروغرام ديميغراسيون على كندا اتلانتيك هو اللي كيخصنا حنايا. دونك غنكليكيو على هنايا، وهنايا كندفخو كندوزو للصفحة الموالية اللي فيها ليست دي زومبلويور ديزيني، يعني اللوائح ديال المشغلين اللي حاولوا يقلبوا على اليد العاملة هنايا وما لقاوهاش. هادشي علاش لجؤوا لليد العاملة في بلاد في بلدان اخرى اللي منهم لافريك، لاميريك لاتين، وحتى لوروب. الوغ كنكليكيو على هاد لا ليست دي زومبلويور ديزيني، هنا كنشوفو اللوائح. وكيف ما قلت لكم في البداية ديال الفلوغ، هنا كاينه اكثر من 700 امبلويور، اكثر من 700 مشغل اللي باغين يخدموا بنادم في بزاف ديال لي دومين، في بزاف ديال لي سيكتور. هادشي علاش هنا عندنا اللوائح ديال المشغلين. اكثر من 700 مشغل كيقلبوا على يد عامله. ها نتوما في دومينوس بيتزا، في ترونسبور، في المجال ديال التعليم، في مجال ديال الصحه، في مجال ديال السياحه، في مجال ديال الانفورماتيك، في بزاف ديال المجالات. وهادشي راه ماشي شي واحد اللي كاين في لوروب كيف في ما عرفت فين وكيحلم عليكم بهادشي في كندا، لا هادشي راه كنشوفو وكنعيشو. وهنا عندنا لا ليست ديال
اكثر من 700 مشغل. وباش نزيد نبين لكم اكثر، كنجيو لهاد لو سيت. في هاد لو سيت هنايا كندخلو للسيت اخر ديال امبلوا نوفو برونزويك بوان سي ا، وهاد لو سيت سي ان سيت اوفيسيال. كنجيو كنكليكيو على كليكي ايسي بوغ شيرشي دي زومبلوا، و هنايا كنلقاو اللوائح ديال كاع المشغلين. وهنايا كتشوفوا باش تزيدوا تاكدوا لو 29 اوت، حنا اوجوردي حنايا 29 اوت 2023. هادشي علاش هادشي راه ديال اليوم، باقي يلا كيم ديور جديد، وهادشي فيه كاع الميادين اللي مطلوبين في هاد المقاطعه ديال نوفو برونزويك. وانا مثلا غادي نقلب لكم غير على كنعرف واحد الصديق جا عن طريق تيم اورتون، هادي سي بحال قلتي ماكدونالد، ولكن ما ماشي بحال ماكدونالد اللي عالمي، هادي كاينه غير في كندا. وهنا غادي يبان لكم كيفاش الكود، الكود ديال لوفر دومبلوا. هنايا كتبان لكم لا فيل، المدينه فين كاينه، وهنا كيبان لك حتى الديتاي ديال لوفر دومبلوا كيفاش داير. هنا مثلا باغين بريبوزي او سيرفيس دو ريستورون، نمشيو لهادي مثلا شي واحد خدم في الكونطوار يبيع ويشتري اليوم. هنا كيبان لكم الديتاي شحال باغين، باغين 14، شحال غيعطيوك؟ غيعطيوك 14.75 دولار للساعة، غتخدم ما بين 32 و 44 ساعة في السيمانة طون بلان، يعني غتخدم 40 ساعة في السيمانة تقدر تختار 44، وبعد ما تقدر يسوليسيتيوك حتى في كتر، وغتكون بي دوبل. وهنايا كيبان لكم التوقيت، نهار ليل ويكاند تخي تو الماتان و بيان ماتان. هنا كيبان لكم في الكيشي دومبلوا ها لا ريفيرونس ديال هاد لومبلوا، هاد افونتاج بيان في بور لا سونتي، بينيفيس فينونسيير، بينيفيس ا لونغ تيرم. لحقاش ا لونغ تيرم هذا هو اللي غادي يسمح لك باش تاخد الاقامه الدائمه. كتلقى بعض المرات باغين هنا بطالبي لونغلي، كتلقى بعض المرات باغين بيلانك ليديكاسيون، اوكان ديبلوم سيرتيفيكا او ديبلوم. هنا لي افونتاج عندك ريجيم دونتير، بلان دو سوان دو سونتي، زائد بوربوار. يعني هاد 14 هادي راه بلا بوربوار، وهنايا البوربوار اوبليغاتوار ضروري. هادشي علاش ملي كتكون هادي في النهار كتلقى راسك عندك بوربوار واحد 100 150 200 دولار، هادي غير بوربوار في النهار. وكل نهار رزقو، كاين اللي عندك 50، كاين اللي عندك 80، 150. هادشي علاش هادا هما لي زوفر دومبلوا اللي كاينين وكيفاش حتى تلقاهم. هادشي علاش هاي بريبوزي مومبر ديكي، بريبوزي او كونتوار سيرفيس اليمونتير، واحدة أخرى عاوتاني هادي هما باغيين بيلانك، يعني تكون نتايا بيلانك عندك أونجلي أو لا الفرونسي، ولا كانوا بجوج غيكون أحسن. حتى هي 14.75 حتى هي كاينة في كيشي دومبلوا. ألوغ مني كتشوفها وكتقول أه صافي راه فيريفي مزيانة، شنو كندير؟ كنجي كندخل كنقول أوكي هادي راه مزيانة، هايا مونتخي كومون بوستولي. كنجي على هاد مونتخي كومون بوستولي، هنا كيقول لك فوالا هنايا كومون سانسكريغ en postulant sur le guichet d'emploi. Le guichet d'emploi هو اللي فيه هاد لوفر هذا، كتجي كنكليك على جو نوف با، انت خصك ضروري تدخل تسجل دير ان كونت باش تسجل عندهم في لو غيشي دومبلوا، باش يبقاو يتوصلوا لك كاع عروض العمل. انا ما عنديش كونت، هادشي علاش كليكيت على جو باس على ليتاب سويفون. هنا كي بو بوستولي سيتويان كنديان، شكون يقدر يدفع؟ مقيم دائم، عند واحد عنده ريزيدونس بيرمانون ou temporaire, autre candidat avec ou sans permis de travail. يعني هذه راه واضحه الخوت، الا بغيتي تغمضوا عينيكم هنا كيقول لك avec ou sans permis de travail، يعني كتجي هنا واخا تكون عندك غير فيزا فيزيتور تقدر تفكر وتبدا في هذا لو بروغرام هذا، يعني ما عندكش سون بيرمي دو ترافاي كنديان فاليد، تقدر تدفع لهاد لومبلوا ويقبلوك. وها لادريس هاي، يعني اللي باغي بوستولي اون بيرسون كيجي كيدفع لهم اون بيرسون. ها من شحال هنا كيف ما كتشوفوا معايا لي زافونتاج ديال هاد الخدمه هادي، لي زوغير كيف ما قلت لكم، كاين وي بوست 8 ديال لي بوست لي خاوين اللي باغين بنادم يجي يخدم معاهم. وهذه هي لادريس بار اكزومبل، لادريس ديالهم انونسي جوسكا 28 سبتمبر، ملي كتوصل لو 28 سبتمبر يعني من هنا شهر يقدروا يديروا لا ميزاجور. وهنا شفتوا معايا شكون الناس اللي قدروا يبوستوليو،
الصالير شحال تقريبا كتاخد هضره بلا البوبوار زائد لي زافونتاج لي ديجا هنايا بيلانغ اوكان ديبلوم او بيان سيرتيفيكا او ديبلوم اكسبيريونس ضرورية تكون عندك او موان عام ديال الاكسبيريونس وكتوجد ليتر دو موتيفاسيون سي في كانت عندك تيست ديال لا لونغ احسن يعني تي سي اف ولا تيست دو فرونسي او لا تيست دو لونغلي كتكون ناجح فيه كيعاونك بزاف وكتوكل على الله فهادشي كامل ما خصكش تبقى تسنى حتى المشغل هو اللي يجي يصيفط لك اوفر يقول لك اه حقا انا محتاجك باش تجي تخدم معايا لا خاصك انت اللي دير لينيسياتيف توجد واخا تكون دافع مثلا في اغيما او لا دافع في لونتر اكسبريس وكتسنى طونتي لا شونس ديالك هضر مع مشغل شوف لي كريتير ديالو شوف لي زيكزيجونس قاد السي في ديالك سولون هادوك لي بوزوان ودفع توكل على الله راه هادشي باش بنادم كيجي لكندا ما كتبقاش كتسنى وكتسنى المعلومة او لا الفرصة حتى هي تجي عندك لا راه هادشي راه في الاحلام الانسان خصو هو اللي يمشي يقلب على المعلومة هو اللي يمشي يقلب على الفرص ويتوكل على الله ويدير الكوراج يدير الموتيفاسيون ويمشي يحفر على راسو المغاربة ديما فيما مشاو كيديروا بلاصتهم وبحال الفاس فيما مشى كيحفر ودابا الخوت كنتمنى منكم تشجعوني بيان سور تخليو ليا جيم تخليو ليا ان كومونتير بيان سور الى عندكم شي تساؤلات خليهم ليا بيان سور في دي كومونتير كنحاول بيان سور باش نجاوب على داكشي على قد داكشي على قد الفهم ديالي وعلى قد الاستطاعة ديالي هادشي علاش دابا كنبغي نشكر كاع الاصدقاء كاع لي زابوني اللي كيخليو ليا دي كومونتير زوينين هادو فريمون كيشجعوني وكيحفزوني وكيحمسوني باش ندير دوتخ فلوغ باش ندير فيديوهات اخرين مثلا على المعيشة في كندا على الدراسة في كندا على المستوى المعيشي في كندا هادشي علاش الخوت كنتمنى بيان سيغ تبارطاجيو مع الناس اللي انتريسي تخليو ليا جيم وكنبغي نشكر لا فامي ديالي حتى هما اللي واقفين معايا ومسانديني لا فامي في ما كاينه سواء في المغرب سواء في الاوروب كنبغيكم وكنموت عليكم بزاف وكنتمنى التوفيق للجميع والله يسهل عليكم والله يوفقنا كاملين تحياتي الحارة.